حياكم الله مشاهدينا من جديد. قبل شوي كنت نتكلم أنا والزميل صبحي عطري عن مهرجان دبي السينمائي وفيلم بحر من أهم الأعمال المشاركة الإماراتية في المهرجان. في البداية أرحب بالممثل والمخرج الإماراتي عبد الله جنيبي والممثل والمخرج حميد العوضي، حياكم الله في الاستوديو. يا الله يحييك. قبل ما أسولف عن فيلمكم وعن تفاصيل مشاركتكم في مهرجان دبي السينمائي، نشوف لقطات وإعلان الفيلم ونرجع. ما تزعل، خليت لك انا اثنين يرفعون راس فوق. مو بزين تسوي بعمرك كذا، الاعمار بيد الله. القضاء والقدر صح، لكن انتبهت له والله يا ربي حس ويصف قلبي ولا راضي. اللي صار فيني مو غلطه، هذه غلطتي وقراري ومسؤوليتي. انت ما كنت السبب يا ابوي، حط في بالك هالشيء. شو رايك بعد نطلع بالبيت مره وحده ونتخلص من كل ذكريات تم؟ خالد انا ما قلت لك ودي سكراب، هذا الشيء الوحيد اللي كان يجمعني انا وحمدان، وانت تبغى تحرمني منه؟ ابوي حياكم الله مشاهدينا من جديد. فيلم بحر، فيلم إماراتي راح يشارك في مهرجان دبي السينمائي. حياكم الله أول شيء في الاستوديو. الله يحييك. أهلا وسهلا، شرفنا. أستاذ عبد الله، في البداية لو تكلمنا عن مشاركة فيلم بحر راح يكون خلال أي مسابقة في مهرجان دبي السينمائي، وهذه أول مشاركة لك ولا لا؟ بيكون في المهر الإماراتي كالعادة، وهذه ثاني مشاركة بعد فيلم الطريق اللي شاركنا فيه السنة اللي طافت. اللهم لك الحمد، حصدنا فيه جائزة أفضل إخراج. مبروك. الله يبارك فيك يا ربي، في مهرجان دبي السينمائي، وأفضل سكريبت في مهرجان الخليج. حلو. فيلم بحر السنة هذه دخلنا شوي في جو مختلف عن فيلم الطريق. فيلم الطريق كان نوعا ما في غموض وإثارة وأكشن، بحر نوعية الأكشن مختلفة شوي، فيها إثارة ولكن بطريقة أخرى. يمكن تعرفي عادة لما قمنا نكتب لأفلامنا أنا وحميد، يوم قمنا نخرجها كانت عندي قضية واحدة، إن الفيلم اللي أنا بشوفه من أول خمس دقائق وفهمه ما في داعي أن أكمله. صحيح. فبدينا نصيغ افلامنا بطريقه بحيث ان هدفنا ما تفهم الفيلم لين اخر، مش ما تفهمه، الهدف عندي ان اخليك انت كمشاهد تستمتع معي الفيلم لين النهايه. حلو. خبز زبده في النهايه بس اجلس واستمتع معي وطالع وتابع واعرف وعيش الاحداث معي لين اخر مشهد، اخر لقطه عندي في الفيلم. قوم وقول لي شكرا جزاك الله خير. طيب. فهاي الاليه اللي استخدمناها. استاذ عبد الله، انت واخوي حميد العوضي شفناكم ممثلين في هذا العمل، من اللي قام بالاخراج اذا انتم اثنينكم ممثلين في هذا العمل؟ وشلون كان الاخراج؟ حميد بتجاوبني؟ امثل انا، يخرج هو، يمثل هو، اخرج انا. يعني تتناوبون على طريقه الاخراج والتمثيل في كل صغيره وكبيره؟ ما في صعوبه في هذا الموضوع؟ انت حميد شلون حصلت هالموقف؟ بالعكس، يعني انا احس بان اجتماع فكرين مختلفين في عمل واحد بالعكس هذا الشيء يثري العمل بشكل أكبر. وخاصة يعني هذا الشيء أنا دائما أقوله، بأن أنا أستنبط الخبرة الكبيرة من أخوي عبد الله الجنيبي بحكم خبرتي الطويلة في هذا المجال، فأنا لين الحين ياس أتعلم معاه وياس أخذ الخبرة أكثر. بالعكس، يعني ما تصير معكم مواقف أنه تختلفون في الرأي، وهل في رأي يكون أقوى من الثاني وهو اللي يفوز عليه؟ شوفي، هو دائما الاختلاف في الرأي معناته أن في شيء حلو، وهذا الشيء الحلو نحن قاعدين نختلف عليه، فإذا نركز على هذا الشيء الحلو ما نركز على الاختلاف أو آلية الاختلاف. ويمكن هذا اللي ليش صار هذا التمازج بيني وبين حميد. أنا عندي رسائل أبغى أوصلها، هذه الرسائل جالسة ترجمني أنا، سني، عمري، الحالات، ثقافتك، خبرتك بالحياة كعبد الله.
فبالتالي اذا بتروح وبتوصل بتوصل الى ناس في نفس الليفل عندي من ناحيه العمر. انا ما ابغي افقد شريحه الشباب. صحيح. ومن اقدر على انه يخاطب الشباب اكثر من الشباب؟ صحيح. فحميد هني صاير عندي هو العنصر الجذب لشريحه معينه الشريحه اللي هو موجود منها. فانت قاعد تحاول تسوي توازن بين الشريحه العمريه والفئه العمريه اللي هي من سنك والفئه العمريه لحميد. قبل شويه شفنا في الفيلم ما شفنا عنصر نسائي في الفيلم، ليش؟ انا بصراحه مقل، هذا الفيلم الثاني اللي ما عندي فيه عنصر نسائي. حتى في فيلم الطريق العنصر النسائي كان ايش هذه العنصريه ضد المراه؟ والله شوفي، هي يمكن مو بعنصريه، هي نحن نكتب افلامنا. صحيح. فبالتالي انا قادر اني انا اكتب عني، اكتب عن محيطي. حميد قادر انه يكتب عنه وعن قضايا وهمومه. المراه مو قادر اوصل، مو قادر اكتب لها، لان بالنسبه لي هو كيان فيه كميه كبيره من الاسرار اللي اذا ما سمحت لك المراه انك انت تفتح الباب وتشوف اسرارها ولا مستحيل. وهي الان بصراحه جالس ادور كاتبه خليجيه او اماراتيه تجي وتقول لنا تعالوا انا بكتب نص. طيب المراه إيه هي؟ امك، إيه هي اختك، إيه هي زوجتك، إيه هي بنتك؟ يعني ارتباطك فيها او علاقتك فيها ما تقدر تعطيك بعض المفاتيح اللي توصلك لشخصيه المراه من الداخل؟ انا رافض فكره اني استخدم المراه او هذا يرجع لانك انت ما تحب يكون عندك عنصر نسائي في اعمالك. لا 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 ابدا. في فيلم الطريق كانت عندي الممثله، بس لانه كان العمل محتاج الى عنصر نسائي فجبته. لكن انا شوفي هو شورت فيلم، فبالتالي التركيز كله صاير في اني انا كيف اقدر اكتب احاسيس. كيف اصيغ هالاحاسيس في الشورت فيلم؟ مساحه الكتابه فيه كثير بسيطة. ضيقه. مهما حاولت اني اختصر المراه في شورت فيلم صدقيني ما بنجح. فعشان تدي قضايا الاسهل، الاسهل هو الرجل واضح. حميد شو مشكلتك؟ والله مشكلتي كذا كذا كذا، يلا اكتب. حميد ما واجهت صعوبة مع أستاذ عبد الله أنك أنت يمكن كشاب عندك فكر، عندك طموح، ما واجهت صعوبة أنه هو يمكن يكون شوية فكرة أبعد عنك؟ هل عندك أنت أفكار حبيت أنك أنت تعرضها في هذه الأفلام أو من خلال الكتابة ولقيت نفسك في علاقة مواجهة مع الأستاذ عبد الله الجنوي؟ بالعكس، دائما تكون علاقة مناقشة صراحة. حلو. بيني وبينه في الأفكار. والشيء الثاني بأن علاقتي في الأستاذ عبد الله مش علاقة يوم ويومين، يعني علاقة سنين، ففاهمين بعض. فدائما إذا كانت عندي فكرة أي أطرحها عليه بيقول لي لا أحمد مثلا هاي الفكرة ما بتكون مناسبة مثلا المهرجان، ما بتكون مناسبة لفيلم، خلنا نسويها بطريقة ثانية تكون مثلا كذا كذا كذا، أو إنه يعجب بالفكرة ويقول يلا خلينا نشتغل فيه. حلو حلو. توافق الأفكار. أمس كنتوا موجودين في مهرجان دبي السينمائي وشفناكم وكاميرا روتانا كانت موجودة وسلمنا عليكم. كيف شفتوا أجواء افتتاح الدورة العاشرة؟ يعني دورة عاشرة يعني بعد 10 سنين من مهرجان دبي السينمائي. كيف شفتوا تطور مهرجان دبي من أول دورة لين الدورة العاشرة الأمس؟ شهادة حق لازم أقولها. التميز كان واضح من اول المهرجان، من اول يوم المهرجان، من المهرجان رقم واحد. وفي كل سنه صاير في بصمات مميزه اكثر واكثر. امس وانا قاعد احضر المهرجان حسيت بلحظه فخر ان فعلا دبي اصبحت قادره على القيام بانجاز مهرجانات عالميه بمعنى الكلمه بكل المقاييس. أشكر القائمين فعلا على مهرجان دبي السينمائي، أشكرهم من كل قلبي، لأن هذا المستوى الراقي جدا من التنظيم. أستاذ عبد الله، أنا عندي قوس أبي أفتحه من خلال برنامج سيدتي. الكثير من الممثلين الإماراتيين أو الممثلات الإماراتية أو المخرجين أو المخرجات اللي يبون يحضرون مهرجان دبي ولكن لا تعطى لهم الفرصة لحضور هذا المهرجان، مع العلم بوجود شخصيات ما عندها أي قيمة، ما عندها أي علاقة بمهرجان دبي السينمائي. والكثير منهم تحدث في هذا الموضوع، والكثير منهم اشتكى ليش إحنا إدارة المهرجان دائما تقصينا أو تعاملنا بشكل عنصري، ونحصل نتفاجأ يعني أنه لا يدعونا ولا نقدر نحضر الدورات سواء الافتتاح أو كامل أيام المهرجان. شو رأيك أنت في هالموضوع؟
القضية الفردية دائما عند صاحبها وايد كبيرة. لا خلي يوسع عيونه أكثر صاحب القضية ويشوف المنظور بصورة أوسع، بيلاحظ أن نسبة الجهد اللي مبذول أكبر بكثير من قضية اللي هو حطالحها. لا تنسى في مسؤولية كبيرة على المهرجان. صحيح. المسؤولية تكمن في أن المهرجان يبغى يكون مهرجان عالمي. المهرجان العالمي محتاج إلى نوع آخر من الترتيبات، محتاج إلى نوع آخر من الاهتمامات. نسبة طريقة الاهتمام أو الأشياء اللي يهتم فيها المهرجان قد تختلف كثير مع صاحب القضية اللي أنت تكلمتي عنها قبل. أليس للممثل الإماراتي أو المخرج الإماراتي الحق في هذا المهرجان بما أنه ينتمي إلى دبي وإلى الإمارات؟ أنا مخرج إماراتي، حميد مخرج إماراتي موجود في المهرجان. إذن الآلية مختلفة. اشتغل، اتعب، تعال احضر المهرجان. اما بتيني عشان تقدر تطالع وتشوف اللي رايح وراد على الريد كاربت، لا خليك مكانك. المهرجان لفرد عضلات، لفرد جهد وتعب. جلس انا وهذا البني ادم نشتغل على فيلم بحر، يعني لا تتوقعي مدى اللي دفعناه وسويناه علشان ننتج هذا العمل. وفعلا لما قدمناه للمهرجان اخذوه بكل صدر رحب ووفرونا كل الامكانيات. اذا وين القضيه؟ هذا هني موجود ما عنده شيء بس أبغى يحضر، وهذا هني موجود وعنده شيء وحضر. حلو، خلينا نتكلم أكثر عن فيلمك بحر. شو القضية اللي تبي توصل لها من خلال هذا الفيلم، أو شو الرسالة اللي تبي توصلها من خلال هذا الفيلم؟ إذا حميد يقول لنا عن رأيه في هذا الموضوع. هو فعلا فيلم بحر ممكن تكون رسالة غائبة الصراحة عن الذهن، هذا شيء يمكن ما تكلموا فيه وايد. نسمع دائما على العلاقات الرومانسية اللي تصير. حيث. علاقات الرومانسية دائما تكون بين الذكر والأنثى، وهذا شيء دائما نسمع فيه، لكن يمكن ما طرحنا على بالنا هالسؤال، أو يمكن ما شفناه حتى في الأعمال، أن ما هي العلاقة الرومانسية بين الأب وأبنه. حلو، هني هذا هو مربط الفرس كامل. فأنتوا حبيتوا من خلال الفيلم أنكم تطرحون علاقة الأب بابنه. أستاذ عبد الله، دائما نشوف أن أغلب الأعمال الإماراتية القصيرة نشوف فيها الكثير من الكآبة، لماذا، ليش قاعدين نحط هذا الطابع على الأفلام الإماراتية؟ نادرا ما نحصل فيلم فيه الكوميدي أو فيه بعض من الأمل أو التفاؤل. ليش تصبغ بعض الأعمال الإماراتية بهذه الصبغة من الدراما أو التراجيديا؟ يمكن أن النسبة السائدة في الشورت فيلمز، الأعمال القصيرة في معظم المهرجانات، هي الأعمال اللي تقول قصة أو فكرة أو تلفت النظر لحالة معينة. فمن هذا الباب معظم المشاركين في الأعمال في المهرجانات السينمائية في الشورت فيلمز، في الأفلام القصيرة، دائما يركزوا على هذا الجانب. الكوميديا صعبة كتابة، صعبة إخراجا، صعبة إنك أنت تختصرينها في 10 دقائق أو في ربع ساعة. ولكن أنا أعتقد اللي قادر على إنه ينتج عمل كوميدي، ويمكن هذا في يوم من الأيام كان نقاشنا أنا وحميد، تعال خلينا نسويها، تعال خلينا نخربها. يعني يقولي شو قلت، نسوي لنا عمل كوميدي ندش فيه. وعمل كوميدي شو؟ عمل كوميدي على ستايل شارلي شابلن. حلو. بس إماراتي الستايل. فبين بينك هو كان مشروع من ضمن المشاريع اللي قاعدين نفكر فيها إن شاء الله. واحتمال ما تعرفين، ما يندرى الصراحة. يعطيكم ألف عافية على مجهود اللي قاعدين تسوونه. أنت ما شاء الله فيلم الطريق أخذت فيه جوائز حلوة، وإن شاء الله بعد فيلم بحر تكون لكم جوائز بين 78 فيلم في المسابقة، مسابقة المهر. شنو توقعاتكم للجوائز؟ ولو أنكم بعدكم ما شفتوا كل الأفلام أكيد ما تقدر تحكم، بس شنو تحس وين ممكن يوصل فيلم بحر في هذا المهرجان؟ مجرد دخول فيلم بحر إلى المسابقة هو فوز له. فوز له فعلا. صحيح الصراحة، يعني جوابك يعني نو كومنت بعده. صدق أتمنى لكم كل التوفيق، ومن برنامج سيدتي نشجع كل المخرجين الخليجيين والإماراتيين. مثل ما شفنا بعد فيلم وجدة كان مدعوم من مهرجان دبي السينمائي، واليوم نشوف فيلم وجدة للمخرجة هيفا منصور يعرض في الصالات، وقريبا بنشوفه على شاشات روتانا. حمد حميد العوضي، قبل ما نختم شنو كلمة تبي تقولها من خلال برنامج سيدتي؟ والله أول شيء أوجهكم رسالة شكر على هاي الاستضافة الجميلة، ونقول إن شاء الله يعجبهم الفيلم. متى عرض الفيلم؟ عرض الفيلم إن شاء الله بيكون يوم الأحد باكر.
ويوم الثلاثاء إن شاء الله. إن شاء الله توقيت ساعة كم؟ لحد 9:30 المساء، والثلاثاء 1:45 الظهر. إن شاء الله أستاذ عبد الله. أنا أقول سيدتي اعذريني معلش ما قدرت أكتب لك، لأن إلى الآن أنت بالنسبة لي أكبر بكثير إن أقدر أدخل في تفاصيلك، لكن أتمنى في يوم من الأيام إن شاء الله إني أحصل على إنسانة ممكن تساعدني في إن نغوص في أعماق هذه الجوهرة ونكتب لها عمل إن شاء الله. وأتمنى يا رب من ربنا يوفق كل المشاركين في المهرجان إن شاء الله يا رب. وأنا من المعجبين جدا بفيلمك حب ملكي اللي شفناه السنة اللي طافت، وربي يوفقكم إن شاء الله يا رب. طبعا إن شاء الله السنة الجاية نستضيفك في سيدتي وتكون كتبت لسيدتي شيء حلو وأخرج لها فيلم حلو أو مثلت لها فيلم حلو إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية وصدق أتمنى لكم كل التوفيق. ومن برنامج سيدتي أدعو كل مشاهدينا أنهم يحضرون فيلم بحر، فيلم إماراتي قصير من تأليف وإخراج وتمثيل السيد عبد الله الجنيبي وحميد العوضي. رح يكون العرض يوم الأحد الساعة 9:30 مساء، ويوم الثلاثاء كم؟ 12:30 الساعة 12:30. وين القاعات؟ عشان ذكر مول الإمارات. مول الإمارات. الإمارات نعم. إن شاء الله. أيها المشاهدين أدعوكم لمشاهدة هذا الفيلم، إحنا بنروح فاصل ورجعي لكم، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، في سوبر مام نصائح لتجنبي طفلك التمييز العنصري.